معنا مشاهدينا الآن ضيفنا من القاهرة محلل الأسواق المالية من xs.com السيد أحمد عزام من عمان. شكرا لاستضافتك لنا سيد أحمد وأهلا بك. لكن بداية أسألك من الأسواق الأمريكية ومع مؤشراتها التي فشلت في استكمال الصعود مع تحول الأنظار لسوق العمل، كيف ترى حال الأسواق الأمريكية اليوم ولا أين هي متجهة؟ هل وول ستريت بشكل عام هو بخطر أم بتهدئة؟ تفضل. أخير ذكريات، شكرا للاستضافة. ننظر إلى البيانات الأخيرة بالنسبة للاقتصاد الولايات المتحدة الأمريكية وجراءها جاءت مخاوف الركود هي أسواق العمل بكل تأكيد، ما دفع أسواق الأمريكية إلى تسجيل عديد التراجعات. لكن عندما استطاعت الأسواق أن تتفادى فكرة إمكانية مخاوف الركود جراء عدة أرقام اقتصادية كانت جيدة، هي من أرقام الخدمات من ناحية، أرقام أيضا طلبات إعانة البطالة من ناحية أخرى، وأيضا جاءت مبيعات التجزئة بأرقام تعتبر جيدة جدا بالنسبة لاقتصاد الولايات المتحدة الأمريكية، مما أعطى الاقتصاد أن إمكانية دفع النمو الاقتصادي بشكل إيجابي قد يكون وارد. وبالتالي باتت مخاوف الاقتصادية بالنسبة لمرحلة الركود الاقتصادي أصبحت أخفت في الأسواق المالية في الفترة الأخيرة، مما دفع الأسواق العالمية، أسواق الولايات المتحدة الأمريكية، إلى تسجيل ارتداد إيجابي في الفترة الماضية. من ناحية عندما ننظر إلى البيانات الاقتصادية بالمجمل، لا تزال هناك دافع إلى إمكانية تخفيض أسعار الفوائد في الفترة في الفترات القادمة جراء الأرقام الاقتصادية، منها تباطؤ التضخم، مما قد يعطي الأسواق بأن إمكانية تسجيل أداء إيجابي في الفترة القادمة قد يكون وارد بالنسبة للأسواق الولايات المتحدة الأمريكية. فبالتالي تسعير إمكانية تخفيض أسعار الفائدة بين 25 نقطة أساس، أو حتى من دفع الأسواق إلى التفاؤل بأن 50 نقطة أساس قد يكون وارد، أعطى الأسواق الأمريكية إلى تسجيل أداء إيجابي في الفترة الماضية، ومما قد يدفع الأسواق الأمريكية إلى تسجيل أيضا أداء إيجابي في الفترة القادمة جراء تسعير الفوائد المنخفضة أو تخفيض الفوائد وسلسلة من تخفيض الفوائد في الولايات المتحدة الأمريكية في عام 2024 وفي عام 2025. طيب سيد أحمد، اليوم هناك مستثمرون كثر يلجؤون لشراء الأسهم الرابحة وبيع الخاسرة وفق نظرية الزخم، ما استراتيجية اليوم لاستثمار الزخم وكيف تعمل؟ عندما ننظر ذكريات إلى تداولات الزخم، بكل تأكيد هناك مقولة في الأسواق العالمية أن الاتجاه هو الصديق، friend is your friend. فبالتأكيد عندما يكون الاتجاه هو الصديق أو تدافع الأسواق في اتجاه معين يعطي زخم في الأسواق، وسيكولوجية المستثمرين تتجه إلى شراءات الأسواق المرتفعة على كل الأحوال. عندما ننظر إلى سيكولوجية المستثمرين ونظرية الفومو أو الخوف من قوات الفرصة، أيضا يدفع الأسواق إلى تسجيل أو البحث أيضا عن بعض المنتجات التداول التي كانت قد سجلت ارتفاعات، فبالتالي البحث عن اتجاه من ناحية، ثم التوجه للشراءات ما هو المنتجات الذي حقق أرباح أو حقق ارتفاعات سعرية، فبالتالي يجبر المستثمرين إلى تداولات الزخم، مما قد يعطي الأسواق إلى تسجيل المزيد من الدفع الصعودي أو استمرارية الدفع الصعودي جراء سلوك المستثمرين من الشراءات المتكررة لنفس الأصل المالي. فبالتالي هي تداولات الزخم بكل تأكيد، عندما يدخل الزخم على الاستثمارات، وكما لاحظنا في الفترة الماضية على سبيل المثال سهم انفيديا الذي حقق تقدم أو حقق ارتفاعات متتالية في الفترة الماضية جراء تداولات الزخم، مع أيضا بكل تأكيد نمو الأداء الربحي بالنسبة للشركة. لكن هناك سيكولوجية المستثمرين تدافع نحو الشراءات الأصل المالي المحقق الأرباح والذي قد يحقق المزيد من الأرباح. طيب سيد أحمد، اليوم هناك مستثمرون في الأسواق المالية والأوساط الاقتصادية جميعها يترقبون عن كثب الندوة السياسية لجاكسون هول الاقتصادية في الفترة التي تبدأ من 22 من آب. ما أهمية هذه الندوة وما الذي ما مخرجاتها المتوقعة؟ نعم، ذكرت هي ندوة جاكسون هول، ندوة مهمة، ندوة سنوية يتم مناقشة أحد المواضيع المهمة في الساحة الاقتصادية. سيتم مناقشة ندوة جاكسون هول الحالية التي سيتم عقدها يوم الجمعة والسبت حول السياسة النقدية، توجهات السياسة النقدية للبنوك المركزية. عندما ننظر إلى من سوف يكون متواجد في ندوة جاكسون هول، هي بكل تأكيد رؤساء البنوك المركزية وبعض المصرفين العالميين.
هناك من يريد جيروم باول أن يفصح بأن إمكانية تخفيض أسعار الفائدة قد يكون وارد في اجتماع شهر سبتمبر. قد يكون هناك بعض الأدلة، بعض الإشارات من رئيس الفدرالي الأمريكي إلى أن إمكانية تخفيض أسعار الفائدة في شهر سبتمبر بات وارد، بات على طاولة الفدرالي الأمريكي جراء تباطؤ التضخم في الفترة الماضية. قد ما يحتاجه المستثمرين في ندوة جاكسون هول هي إشارات البنوك المركزية بأن التضخم مسيطر عليه، هناك استقرار بالنسبة للأسعار، فبالتالي قد يكون هناك بعض الإشارات بأن إمكانية التعافي النمو الاقتصادي لبعض الاقتصادات قد يكون وارد في الفترة القادمة، فبالتالي قد طيب يعني عذرا للمقاطعة الفائدة قد يكون وارد. سيد عزام أو أحمد، عذرا للمقاطعة، هل فعلا أزمات التضخم العالمية هي مسيطر عليها؟ وهل إذا هناك أي تأشيرات تطمينية من قبل الندوة ممكن أن نعتبرها واقعية أم فقط لتهدئة الأسواق خوفا من الدخول من أزمة أكبر؟ طبعا ذكرت عندما ننظر هي الأرقام هي الحقائق، الأرقام الاقتصادية بالنسبة للتضخم تدل بأن هناك تباطؤ بالنسبة للتضخم، لكن هناك بعض المخاوف بالتأكيد لا يمكن إخفائها، منها الإنفاق الاستهلاكي الذي يعتبر حتى الآن متراجع في الاقتصادات الكبرى من ناحية أخرى، بعض قطاعات التضخم لا تزال مخيفة بالنسبة للاقتصادات، على سبيل المثال اقتصاد المملكة المتحدة يواجه تضخم قد يكون مرتفع بعض الشيء وهو تضخم الخدمات، فبالتالي المملكة المتحدة تواجه بعض المخاوف. الناحية الأخرى هي الأجور، الأجور عندما ننظر لها مرتفعة، فبالتالي عندما يكون هناك ارتفاع لأرقام الأجور قد يكون هناك بعض مخاوف لأن إمكانية التضخم قد يسجل ارتفاعات، فبالتالي ارتفاعات الأجور عندما تصل إلى مستويات 5% في المملكة المتحدة قرابة 4% في الولايات المتحدة الأمريكية، فبالتالي هناك بعض المخاوف إلى أن يكون هناك موجة قادمة بالنسبة للتضخم. السيطرة الحالية نعم هناك استقرار سعري، عندما ننظر إلى الذروة التضخم 9.1% للولايات المتحدة الأمريكية وصلنا لها ذروة التضخم وصولا حاليا إلى مستويات 2.9%، فبالتالي يعتبر التضخم مسيطر عليه من قبل البنوك المركزية من قبل الإجراءات السياسة التشددية السابقة، لكن فيما بعد ذلك هناك بعض عوامل قد تكون مخيفة كما ذكرت، تضخم الخدمات، الأجور قد يكون لاعبان رئيسيان في الفترة القادمة لتشكيل موجة قادمة بالنسبة للتضخم، فبالتالي قد يكون هناك طمأنة بعض الشيء في ندوة جاكسون هول إلى أن إمكانية التبني السياسة النقدية الترسيلية قد يكون وارد بالنسبة للبنوك المركزية، لكن الجدير بالذكر هنا ذكريات بأن أسعار الفوائد لن تعود إلى ما كانت عليه قبل بدء رفع أسعار الفوائد، بالتالي الفوائد الصفرية والفوائد الربع بالمئة قد يكون هناك قد تكون بعيدة بعض الشيء لعقود من الزمن، فبالتالي قد نشهد إمكانية تراجع أسعار الفوائد، تخفيض أسعار الفوائد إلى قرابة 3% في الفترة القادمة، لكن أن نعود إلى مستويات سعرية للفائدة منخفضة جدا لا أعتقد ذلك، لكن قد نحتاج بعض الأدلة الاقتصادية في الأرقام الاقتصادية في الفترة القادمة للوقوف على حالة التضخم والتأكد بأن السيطرة على التضخم التي وصلت حاليا هي سيطرة مستدامة بالنسبة للاقتصاد. لو تحققت هذه المخرجات والتوقعات وكذلك تزامنا مع حالة عدم اليقين الاقتصادي العالمية والأزمات الاقتصادية الأخرى وحتى التوترات في منطقة الشرق الأوسط أو بين أوكرانيا وروسيا والصين وأمريكا والانتخابات، كل هذه الأحداث برأيك كيف يمكن أن تؤثر على الأسواق الناشئة اليوم والأسهم الصغيرة وأصحاب رؤوس الأموال والمستثمرين الصغار؟ قد تكون الأسواق الناشئة متباثرة بعض الشيء، هنا ذكريات بالنسبة للسياسات النقدية القادمة، عندما ننظر إلى حالة عدم اليقين بكل تأكيد هي مؤثر ولاعب أساسي بالنسبة لتحركات الأسواق الناشئة، كما شاهدنا في الشهر مطلع الشهر الحالي تحركات قوية كانت للأسواق الناشئة، حركة كانت قوية جدا جراء مخاوف الركود في الولايات المتحدة الأمريكية، فبالتالي ما يحدث في الولايات المتحدة الأمريكية قد يكون هو مرآة بالنسبة للأسواق الناشئة، فبالتالي البحث عن تخفيض أسعار الفوائد في الولايات المتحدة الأمريكية قد يكون هو بحث أيضا بالنسبة للسياسات النقدية للأسواق الناشئة. كنا قد شهدنا أحد الأسواق الناشئة على سبيل المثال الصين وهي أكبر أسواق ناشئة، كانت قد خفضت أسعار الفائدة في الفترة الماضية، خفضت أسعار الفائدة لمرتين متتاليتين في عام 2024 وعام 2023، فبالتالي الأسواق الناشئة قد تتبع نهج تخفيض أسعار الفائدة في الفترة القادمة، لكن بالنسبة للحالة الاستثمارية كما ذكرت في ذكريات قد تكون هناك بعض التقلبات
بين الأصول المالية. عندما ننظر إلى تخفيض أسعار الفائدة قد يكون هو جاذب بكل تأكيد لأسواق الأسهم، لأدوات المخاطرة، البحث عن أدوات المخاطرة للشراء مع تخفيض أسعار الفوائد. لكن عندما ننظر إلى المعطيات الأخرى بالنسبة للحالة الاقتصادية، الخوف هنا من النمو الاقتصادي. عندما يتراجع النمو الاقتصادي جراء أسعار الفوائد المرتفعة لفترة زمنية طويلة، قد يكون هو ضاغط أساسي لتخفيض أرقام النمو الاقتصادي. وكما يقال، النمو الاقتصادي هو مرآة الأسواق الأسهم، وأسواق الأسهم هي مرآة الاقتصاد. فبالتالي تراجعات النمو الاقتصادي قد يدل أو قد يعطي إشارات بأن الأسواق الناشئة قد تسجل بعض التراجعات بالنسبة لأسواق الأسهم، فبالتالي قد تكون هناك مخاطرات بعض الشيء بالنسبة للأسواق الناشئة. بينما حال أسواق السندات قد يكون هناك تفاوت بعض الشيء بكل تأكيد بالنسبة لأسواق الناشئة، نظرا لأن عوائد السندات تعتبر مرتفعة، لأن حالتها الائتمانية تعتبر أقل تصنيفا من الولايات المتحدة الأمريكية على سبيل المثال. فبالتالي قد تشهد بعض الشيء لو كان هناك حالة عدم يقين أو حالة ركود في الولايات المتحدة الأمريكية، قد يكون هناك تخارج من المستثمرين من الاقتصاد الولايات المتحدة الأمريكية والتوجه إلى الأسواق الناشئة، على رأسها على سبيل المثال الهند. قد يكون هناك توجه بشكل كبير بالنسبة للأسواق الناشئة في الهند للشراءات. نعم. لو حصل هناك إمكانية دخول الاقتصاد الأمريكي في مرحلة ركود. سيد أحمد، أنتقل معك الآن إلى الصين. يعني رغم التوقعات بأنه سيخفض، لكن مع ذلك الصين أبقى البنك المركزي في الصين قد أبقى على أسعار الفائدة الرئيسية دون تغيير، لا ارتفاع ولا انخفاض وفق التوقعات. كيف تقرأ ذلك؟ لماذا الصين تريثت بهذا القرار؟ نعم، ذكريات هي في الاجتماع الأخير كانت قد ثبتت أسعار الفائدة، فيما قبل كانت خفضت أسعار الفائدة البنك الصيني الشعبي. عندما ننظر إلى معطيات الصين بشكل عام، المخاوف هنا من الاستهلاك. بكل تأكيد الصين هي دولة تصنيعية، دولة تصدير، لكن هناك المخاوف من الاستهلاك المحلي، مما دفع الاقتصاد الصيني لمخاوف أن يكون هناك تراجعات بالنسبة للنمو الاقتصادي. النمو الاقتصادي المتوقع في الصين هو قرابة 5%، رقم يعتبر مرتفع جدا في حالة هناك تراجعات بالنسبة للنمو الاقتصادي عالميا. عندما ننظر أيضا عالميا، هناك بعض الاقتصادات عند نمو مسطح في حالة النمو الاقتصادي. فبالتالي عندما ننظر إلى توقعات الصين، توقعات حكومة الصين عند 5%، توقعات قد تكون مرتفعة جدا، قد تحتاج إلى استهلاك مرتفع بالنسبة للصين. أقصد هنا طبعا انفاق استهلاكي بالنسبة للمواطن الصيني. هذا مع البيانات الاقتصادية الأخيرة لم يكن متواجد، فبالتالي هناك مخاوف من أن الطلب المحلي منخفض، مما دفع الاقتصاد الصيني إلى تخفيض أسعار الفائدة في الاجتماع قبل السابق. الاجتماع الأخير كانت تثبيت أسعار الفائدة، لكن هناك في بيان بنك الصين الشعبي بعض النبرة التي قد تدفع الاقتصاد الصيني أو تدفع بنك الصين الشعبي إلى إمكانية تخفيض أسعار الفائدة في الفترة القادمة. أود أن أذكر هنا بكل تأكيد أن سوق العقارات المتهالك في الصين قد يكون دافع أساسي لتبني بنك الصين الشعبي سياسة نقدية تسهيلية وأيضا سياسة مالية تحفيزية. فبالتالي على ما أعتقد قد يكون هناك تخفيض أسعار فائدة في الاجتماعات القادمة بالنسبة للصين. طيب ماذا عن اليابان؟ يعني توقعات متباينة حول الفائدة في اليابان، ممكن أن نشهد تشديد نقدي أم تثبيت؟ كيف يتأثر الين الياباني اليوم أمام العملة الخضراء؟ بالنسبة لبنك اليابان، قد تخرج من سياسته التسهيلية التي اعتمدها لعدة سنوات متتالية إلى سياسة نقدية لن أقول تشددية، لكن على الأقل تبنى فيها رفع أسعار الفائدة. تم رفع أسعار الفائدة من سالب 0.10% وصولا إلى 0.25%. التبني أو التغيير السياسة النقدية بالنسبة لبنك اليابان دفعت بعض المستثمرين من تفكيك تجارة الكاري تريد، تجارة المناقلة الفوائد بالنسبة للين الياباني. عندما ننظر إلى إمكانية رفع أسعار الفائدة، أعتقد بأنه متواجد قد يكون في اقتصاد اليابان، نظرا لأن أرقام التضخم بالنسبة لليابان لمدة 23 شهر متتالي هي أعلى من مستهدف بنك اليابان من ناحية. من ناحية أخرى، النمو الاقتصادي بالأرقام الأخيرة كان قد سجل بعض الأرقام الإيجابية، مما قد يعطي دافع بالنسبة لبنك اليابان إلى رفع أسعار الفائدة في الفترة القادمة. الجدير بالذكر هنا أن يوم الجمعة سوف يكون هناك اجتماع بين برلمان اليابان وحاكم بنك اليابان كازو أويدا،
للاستفسار عن سبب رفع أسعار الفائدة وجراء عدم استقرار الأسواق المالية بالنسبة لبنك اليابان، مخاوف شديدة من أن رفع أسعار الفائدة قد أدت إلى تراجع أسواق الأسهم اليابانية. لكن هنا على ما أعتقد كما ذكرت وأستحق قبل قليل بأن هناك بعض الأسباب التي دفعت بنك اليابان إلى تغيير أسعار الفائدة، وأيضا العملة المحلية التي كانت قد وصلت إلى 163 ين مقابل الدولار الأمريكي، فبالتالي هناك مخاوف أيضا من العملة. قد نشهد رفع أسعار فائدة لو تبنى كازويدا في اجتماع يوم الجمعة بأن إمكانية رفع أسعار فائدة قد يكون وارد. أعتقد بأنه الين الياباني قد يستفيد في الفترة القادمة، قد نشهد عن مستويات 138 إلى مستويات 134 إلى الدولار الأمريكي، لكن هنا شرط أساسي أن يكون هناك تبني واضح بالنسبة لبنك اليابان إلى سياسة تجديدية، ليس فقط لمرتين رفع أسعار فائدة، لا بل هناك إمكانية لرفع أسعار فائدة أكثر. سؤال منفصل سيد أحمد، هناك أصوات كثيرة تنادي باللجوء إلى تغير المناخ وتسريع تحول الطاقة الجديدة والنظيفة وما إلى ذلك، هل يستطيع العالم برأيك تحمل تكلفة تحول الطاقة، يعني بعيدا عن الخام والمصادر الأساسية بالكوكب؟ نتحول الآن إلى الطاقة، هواء، ماء وأشعة الشمس فقط، ممكن؟ هل تكلفتها بسيطة؟ الذكريات هي تكلفة مرتفعة جدا وباهظة جدا، على ما أعتقد هناك قراءة بحثية بالنسبة للاعتماد على الطاقة المتجددة بأن يكون هناك حتى عام 2050 تحتاج إلى ما يقارب 10 تريليون دولار سنويا للاعتماد على الطاقة. فبكل تأكيد هو رقم يعتبر مكلف جدا عندما ننظر حتى إلى الاقتصادات العالمية الكبرى، وفيما بالنا يعني كم سيأخذ من الوقت النامية. يعني هل هناك ثقوب زمنية مثلا أو مدى زمني معين حتى الدول المتقدمة على الأقل، كم يأخذ من عندها وقت بعيدا عن التكلفة؟ أعتقد ذكرت بأنه يحتاج تبني تدريجي، عندما ننظر إلى الأرقام والتكلفة الباهظة قد يحتاج إلى تبني تدريجي، تبني تدريجي في عدد من القطاعات ثم إدراج في قطاعات أخرى. بكل تأكيد الإدراج بشكل كامل قد يحتاج التكلفة الواسعة. في الاقتصادات الكبرى كما ذكرت الوقت الحالي على ما أعتقد قد يكون صعب بعض الشيء للتبني الجماعي بالنسبة للطاقة المتجددة، نظرا لأنه الوضع الاقتصادي قد لا يحمل المزيد من التكلفة، لا يحمل المزيد من الإنفاق على ما أعتقد. لكن عندما ننظر إلى الأوضاع لفترات زمنية قد تكون طويلة، قد يكون هناك التبني التدريجي قد يكون وارد جدا. هنا أود أن أذكر ذكريات بأن الدول النامية التي تشكل ما يقارب 83% من سكان العالم، عندما ننظر إلى رقم والتكلفة 10 تريليون دولار يعتبر رقم مبالغ فيه جدا، رقم كبير جدا بالنسبة لإمكانية التبني بالنسبة للدول النامية، فبالتالي قياسها على الاقتصادات الكبرى هي مرتفع، فما بالنا هنا على الدول النامية. فعلى ما أعتقد قد يكون هناك تبني تدريجي قد يحتاج عشرات السنوات إذا لم أقل حتى عام 2050 إلى أن يكون هناك تبني قد يستطيع الاعتماد عليه بشكل كامل. أعتقد أن نحتاج 10 سنوات مع تكلفة تحتاج إلى أن تكون أقل، إلى خطط مدروسة بشكل أكبر، إلى إدارة المشاريع بشكل أكبر في الفترة القادمة. 10 سنوات أعتقد قد تكون هي وقت زمني ليس بالكبير، قد يحتاج التكلفة المالية الكبيرة بكبير. طيب ماذا عن المعادن الثمينة؟ يعني صعود الذهب اليوم وصل فوق 2500 دولار تقريبا، هل نتوقع رؤيته ما يقارب 3000 دولار، وهل سيستمر كملاذ آمن، ومن هو أفضل بالاستثمار، المعادن الثمينة والذهب أم الأسهم، كيف تقارن؟ نعم ذكرت، على ما أعتقد الذهب بالنسبة للوضع الحالي للأداء السنوي المقدم ما يقارب 20% بالنسبة للأداء السنوي قد يعتبر رقم مرتفع جدا لربحية الذهب على قياسه على أداء سنوي، لذلك أعتقد بأن المستويات الحالية قد تكون مستويات تعتبر مستويات قياسية، قد يتوقف عندها الذهب بعض الشيء إذا ما وصلنا على أبعد تقدير إلى مستويات 2700 دولار للأونصة في العام الحالي. هناك بعض المعطيات التي أود أن أناقشها من ذكريات بأن إمكانية ارتفاعات الذهب قد تكون واردة، لكن قد تحتاج دخول البنوك المركزية، شراءات البنوك المركزية كما كان في بداية العام الحالي، شراءات بشكل كبير جدا كاحتياطي. أعتقد بأن الاحتياطات قد تنخفض تدريجيا على الذهب نظرا لأنه التكلفة تعتبر مرتفعة بعض الشيء قياسا مع بداية العام من ناحية. من ناحية أخرى عندما ننظر هناك الأزمات الاقتصادية بدأت تخفض تدريجيا، لو
شهدنا ارتفاعات بالنسبة لأرقام التضخم، لو شهدنا ارتفاعات بإمكانية دخول الاقتصادات الكبرى بالنسبة للركود الاقتصادي، نعم قد نشهد إمكانية ارتفاعات الذهب، لكن مع الأرقام الاقتصادية الحالية أعتقد أن مستويات 2700 دولار بالنسبة للذهب قد تكون هي أعلى أرقام بالتوترات الجيوسياسية. لم يكن هناك تخفيض لأسعار الفائدة بشكل أكثر مما تعتقد الأسواق، لأن الأسواق باتت تعتقد لتخفيض أسعار الفائدة مرتين في العام الحالي بالنسبة للفدرالي الأمريكي. فلو شهدنا ارتفاعات لتخفيض أسعار الفائدة بمعنى 3 مرات تخفيض أسعار الفائدة أو بمجمل 1%، ولا أعتقد ذلك طبعا، قد يكون هناك توجه لشراءات الذهب، توجه لشراءات الذهب وارتفاعات الذهب بشكل أكبر. لكن في الوقت الحالي مع المعطيات الحالية أعتقد أن مستويات 2700 دولار بالنسبة لأونصة الذهب قد يكون هو مستويات جيدة بالنسبة للذهب. طيب إذا السيد أحمد عزام محلل أسواق من مجموعة إيكوتي من عمان، أشكر جزيلا لك ولكل هذه المعلومات الوافرة. شكرا.